طب صحيح الأستاذة عفاف خدت مرة كل هدومك؟ آه حكيتنا بقى كان عندي تصوير، أكيد حضرتك عارفة الراكور. طبعا خد الطقم راكور بصور بيه، وسافرت تصور بيه في اسكندرية، قاعدة أسبوع تصور، وأنا بدور بحضر شنطتي عشان عندي تصوير بالليل، الطقم مش موجود. ماما الطقم معاكي؟ آه. طب أنت فين؟ أنا في اسكندرية. طبعا انا اللي هو اعمل ايه، اقول لهم ايه، اقول لهم انا مش معايا لبس، اقول لهم ماما بتلبس لبسي اصلا؟ طب هو حد هيصدق حاجه زي كده؟ فاحنا علشان جسمنا قريب من بعض شويه، فماما بقى مقضيها بقى ايه، بس انت اكيد بتاخدي منها حاجات. يا طب اقول لك على حاجه، السكيرت اللي انا لابساها دي بتاعتها والله العظيم. طب احنا بقى معانا ماما على التليفون وهتقول لنا ان الجيب اللي ياسمين لابساها عفاف خلي بالك دي بتاعتك. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا مدام عفاف. اهلا استاذه هاله، كوميديانه مصر الجميله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب ويعزك. احنا معانا احلى بنوته انت انجبتيها وما شاء الله عليها في تربيتها وفي ادبها وفي ذوقها وفي كل حاجه حلوه. قولي لي بقى، خدتي بتاخدي هدوم ياسمين اكتر ولا ياسمين بتاخد هدومك اكتر؟ هو الحقيقة حسب متطلبات الـ يعني اللي تطلبه الستايلس، فأنا بخش أدور في دوالبها وهي أحيانا على طول برضه حاجات من عندي، يعني إيه شنطة، لكن جزم لأ، رجلنا رجلها أصغر من رجلي، لكن هو الشنط، الإكسسوارات، ساعات مكياجات برضو، يعني مقضينا. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ هو اتنين ممثلات في بيت واحد. طب قولي لي يا عفاف، انت مواصفاتك ايه في شريك حياه ياسمين ان شاء الله؟ يا استاذه هاله، يا جيتي على الجرح والله. ليه؟ ده احنا عايزين نفرح بيها. ما هي مش عايزه، يعني هي مش عارفه، يعني تقول لي الفن الفن، يعني قاعده متحربه في محراب الفن. لا بس لكن انا اقول لحضرتك مواصفاتي ايه، يعني اتمنى من ربنا ان ياسمين تلاقي اللي تحبه، هي لازم تحبه، لان هي جواز تقليدي مش هتتجوز. جواز صالونات مش هترتبط، فاتمنى انها اول حاجه مش هقول تلاقي اللي يحبها، لا هي تحبه الاول، وهي وهو يحبها، ويتقي ربنا فيها، يتقي ربنا فيها في كل التفاصيل. بالاضافه اني يعني مش عارفه بقى، في حاجات كتير يعني يعيشها عيشه كويسه. كده الو الو. ايوه يا فندم انا معاكي، يعني عايشة عيشة كويسة. طب أنا هسألك سؤال. لا مش عايشها يعني اللي هو حياة هاي كلاس وبتاع، لا يعني في المعقول، احنا مش بنبص ان احنا عايزين زي ما عايشة دلوقتي معاكي. يعني يكون مناسب لها إلى حد ما، يعني تحبها ويحب ويتقبل فيها ويحترم شغلها يا أستاذة هالة. لازم بشرط أول وأخير يكون موافق على شغلها، لأن شغلها ده عشقها. يعني انا حاولت ابعدها شويه عن الوسط فتره، ما عرفتش خالص، كان نفسي ياسمين تطلع زي باباها طبيبه عشان انا اعرف انام، اعرف استريح، اعرف ابقى بني ادمه طبيعيه، لكن ياسمين فصلاني نفسيا 24 ساعه، قلقانة انها مسافره بتصور، قلقانة انها مسافره في دوله تانية بتصور، بترجع من التصوير تاني يوم تصور 24 ساعه، او فانا ببقى ما يعني نفسيا بيحصل لي بالتوتر نفسي، يعني اصبحت طبعا بسبب شغل ياسمين ان انا يعني مش متظبطه، خايفه عليها زي اي ام، وحضرتك طبعا ام وفاهمه يعني طبعا.